السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني والف هلا ومرحبا بكم واهلا وسهلا. ارحب بكم اجمل ترحيب بقناة تعلم العود، ومعكم زياد هادي الاستاذ في معهد دراسات الموسيقية العراقي في بغداد العراق. أتشرف بكم وأنتم شرف إلي كبير، ونستمر معكم في تعلم العود وفق منهاج علمي وأكاديمي وفق قراءة النوطة بعيدا عن السماع والأذن اللي هي دائما ما راح تخلي الإنسان اللي يريد يحب يتعلم ويطور العزف أن يتطور حقيقة، لأنه النوطة الموسيقية هي أساس كل شيء، وانت من خلال ما تتعلم النوطة راح تطور نفسك. مرينا شوية بالظروف، ظروف شوية كانت ظروف عليها خاصة مما جعلنا كان اكو تأخير بالدروس اللي كنت ابثها، ان شاء الله راح نعود عن قريب. دائما احنا معاكم بدروس خاصة، اليوم درسنا يختلف من خلال أغنية حب إيه لأم كلثوم، راح نلاحظها بالورقة، ودائما نركز على المقام وعلامات التحويل اللي هي بعد المفتاح الموسيقي اللي هي من مقام البيات، ونلاحظ الميزان 4/4، ونلاحظ النوت الموسيقية. النوت الموسيقية راح تنقري S، لاحظوا قدامكم راح يصير عندكم S سي اس دو لا اس صول ري فا اس صول لا صول صول ري لا سي صول اس فا مي فا اس فا صول فا مي ري. ننتقل للسطر الثاني، صول لا سي فا اس صول لا مي فا صال اس ري مي ري دو سي لا سي صال لا سي ري دو فا صال لا دو سي مي اس فا اس صال اس اس ري مي ري دو سي لا سي دو ري اس مي فا صول لا ري اس مي فا صول لا ري ري دو. لاحظنا امامكم وشفنا قراءة النوطة تتعلموها. الان راح نبدي بآلة العود، راح نشوف قدامنا بآلة العود وهذه النوطة امامنا. اس اول بداية S تعليمي. العزف راح يسلم موسيقى
التكمله بعدين. وهكذا تكمل هذه الأغنية الخالدة، وأتمنى أنه إن شاء الله تعلمتوا واستمتعتوا بهذا الفيديو الجميل لتعلم هذه الأغنية. وشكرا لكم وشكرا لاستماعكم، وأتمنى الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو، وأيضا حاضر للاشتراك بالدورات الخاصة لتعلم الأغنية. مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.